الله يعطيكش عقل، شي نهار غتجيبيها في راسك. قلت ليها كنت سمعت قرقي بالداخل، واش رجعوا؟ وهي تقول ما خدوش. اه رجعوا، سي احمد عنده شي مشاكل في الشركه ديالو، داكشي علاش رجع وجاب حتى مرتو بنتو. قلت ليها ما سولوش عليا. قالت سولوه قال ما سولوش، وقلت ليهم راكي مريضه. وانا نقول ربي يخليك ليا. دخلت ساره وقالت دادا واخا تصايبي ليا قهيوه. قالت ليها امي فدوش هي الاولى بنتي. وقالت لي ايمان حبيبه كيف بقيتي؟ قلت الحمد لله شويه. وهي تقول خلعتينا علي وزيدون توحشتك ولفتك. ساره بنت ظريفه ما كتعتبرنيش خدامه، بالعكس دايراني بحال ختها، وكتعاود ليا كاع اللي طرا ليها. مسكينه غير نيه ماشي بحال خوها. قلت ليها ساره بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. وهي تقول واخا يلا نطلعوا لبيتي، نيت حتى انا عندي ما نقول لك. دادا جيبي لي القهوه للبيت. طلعنا للبيت وجلسنا، هي كتسناني نهضر وانا مبلقع عويناتي فيها بحال ليلى خفت نهضر. قالت غير دوي مالكي؟ وانا نقول لها خوك علاش خرج من الدار وما بقاش رجع؟ استغربت وقالت علاش كتسولي؟ قلت ليها سمحي لي. وهي تقول ما قصدتش والله، غير حيت انت ما كتعرفيهش داكشي علاش استغربت. قلت ليها اه ماشي مشكل. وهي تقول خويا كان خاطب بنت عمي مروه، كان كيحماق عليها، كانوا مفاهمين وبابا وعمي فرحانين ليهم، حتى لواحد النهار اخويا دخل الدار معصب ومشى عند بابا وقال له باللي ديك البنت ما بقيتش بغيتها. بابا ما فهم والو، سولو علاش ولكن مروان ما بغاش يدوي. بابا قال هذا غير كيتبرهش وبقى مصر باش يزوجو بها، ولكن خويا حتى سميتها كرهها. جمع حوايجو وخرج، من تما ما شفناهش. ناري هاد مروان عالم، عنده عائله بحال هادي ومخليها. انا ما كرهتش يرجع الزمان اللور ونتلاقى الوالدين ديالي واخا غير دقيقه. جبت تصويره وعطيتها ليها وقلت واش هو هذا؟ وهي تقول اه هو. ومنين جبتي هاد التصويره؟ قلت ليها واش بغيتي يرجع للدار؟ وهي تقول ما كرهتش توحشت. وانا نقول انا غادي نرجعو لوسطكم. قالت ساره مالكي كتعرفيه؟ قلت ليها اه كنعرفه، وفي خاطري قلت هذاك راه حبي. حنا كنهضروا ولا لنا عيمة حدا الباب كتسمع، ولكن كاع ما شفناها. بدات كتبكي وقالت واش بصح تقدري ترجعيه؟ قلت ليها اه معلومه لالا. وهي تقول ساره غا كتحلمو. قلت ساره بلا حقرة اختي، غدا غدا تشوفي خوك لالا نعيمه بلا ما تبقاي تبكي، عافاك دموعك غالي. عقوستي زعما خاصني نصبغها شويه. وهي تقول قولي لي يا خالتي يا بنتي. قلت ليها واخا خالتي. ساليت معاهم الهضره ومشيت جمعت الدنيا، كملت خدمتي حتى الليل، دوشت ولبست دوك الشراوط ديال الحب ديالي. قبل ما نمشي هضرت مع خالتي نعيمه وقلت ليها ما غنجيش بكري على قبل موضوع مروان. مشيت شريت ما ناكل وطلعت لديك الخربه، كليت ونعست. نمشي عند مروان قال من بعد ما خرجت من عند ديك البنت مشيت مباشره للخدمه، لقيت الروينه نايضه على قبل شي دراري كيبيعوا الكوكايين شديناهم، ولكن راس الحربه باقي مضر لينا. قلت ليهم شنو الجديد؟ قال لي يا مراد واحد في الدراري عطانا سميه النقره وهو يقول ياسين، رحنا مراقبين كاع الاماكن اللي قدروا يبيعوا فيهم، ودرنا حملات كبيره على الكليات والليسيات والقهاوي ديال الشيشه. قالت ابتسام اغلبيه اللي كيفرقوا الكوكايين قاصرين، هاد العصابه كتستغلهم. قلت ليهم القاو ليا النقره. خرجوا من عندي وتفكرت ايمان، ضحكت بلا ما نشعر. غدا تكون رجعت للدار توحشتها مصدية كدير شي تصرفات ديال الحماق،
ولكن ديك القضية ديال الدموع بقى ضراني في راسي. داك النهار فرشختها وما طيحاتش ولو دمعة واحدة. درت ايدي في جيبي نجبد بسطامي، ما كنلقاهش. فين مشى؟ قلبت البيرو كامل ووالو، نكون خليته في القهوة زعما. هزيت لافيست ديالي وسوارت وخرجت بالزربة ومشيت للقهوة، حيت الصويرة الوحيدة اللي عندي ديال عائلتي كاينة فيه. قلت خويا ممكن واحد دقيقة، انا كنت هنا الصباح واش عقلتي عليا؟ وهو يقول من بعد داكشي اللي ترى غادي نعقل عليك. قلت لي ما بانش ليك واحد البسطام كحال نسيته؟ وهو يقول راه عطيته للبنت اللي كانت معاه. قلت ليه اين بنت؟ وهو يقول ديك القبيحة. قلت ليه شكرا الله يحفظك، الحمد لله عند إيمان. مشيت للدار ودخلت وكان عيط ليها، عادت فكرت باللي ما عندهاش السوارت، وخا يكونوا عندها من بعد داكشي اللي ترى الصباح غدا تكرهني. على زهار دوشت ونحست، كنت عيان صباح صباح وفقت كنت كسر. دخلت دوشت ولبست كسيوة كحلة حد الركبة، ولكن كتبين لي الطاي ديالي. طلقت شعري ولبست برديلة بيضاء اللي ولات كاع كحلة، ورجعت جلست كنفكر كيف ندير نجيبو الفيلي. ديما موحلة راسي، ما كندخلش سوق راسي. يا لطيف نوض ونجلس ووالو تبلوكيت. اوف اه يا ناري مالي حمارة، تليفون هو الحل، ولكن كيفاش ندير ناخدو ليه؟ إيمان مالكي تكلختي سيري عنده. إلا ما نمشيش عنده، يحسب ليه غير طايحة فيه ولا تابعه. مالكي ما طايحاش فيه؟ آه ولكن عزة نفسي هي كل شيء. آه فاش بستيه فين كانت عزة نفسي؟ كون ما كانتش عزة نفسي وتشوفينيش ندير. وإيمان فكري في خالتك نعيمة. لا صافي لقيت الحل أخيرا باش نتلاقاو. خرجت من الدار وأنا عارفة باللي في أي لحظة ممكن نمشي عند سيدي ربي وعند مروان. قال فقت خاسر وما راشكاش ليا، لبست حوايجي ومشيت مباشرة للخدمة. دخلت وتبعوني الدراري، قلت ليهم لقيتوه؟ قال لي يا مراد اه راش دينا، ولكن راه ما بغاش يدوي عينا معاه. ووالو قال ياسين وباقين مراقبين البلايص اللي يمكن يكونوا فيها. هو يقول مروان فين هو هاد النقره ولا الجالوك؟ وهو يقول مراد صافي انا غادي نتكلف به. قلت ليه مراد بلا ما تطلع ليا القرده. وهو يقول ياسين حطيناه لتحت مع الاخرين. واش نقت عليه؟ قلت ليه حطيتوه مع الاخرين؟ واش انا خدام على المكلخين؟ طلقته وضربت كاع داكشي اللي كان فوق البيض. وهو يقول مراد مالك صاحبي شنو واقع؟ قلت ليه هاودو شوفوه راه غتلقاوه مات، سمعتي مات. مراد وابتسام وياسين قالوا كيفاش؟ قلت اش كيحساب ليكم؟ هذاك هو الشاهد الوحيد اللي عندنا، في نظركم غادي يخليوه؟ حتى كنسمع الدقان. قلت ادخل. دخل حمزه وقال شاف واحد من المشتبه فيهم جاتو سكته قلبيه. قلت تكلفوا نتوما، بغيت العشيه تكون عندي نتيجه تشريح وعرفوا لي شكون قتلو. قال قهوه؟ قلت ليه ما بغيت والو. وهو يقول شنو كاين؟ عاودت ليه كل شيء على ايمان وبدا كيضحك. قلت نوض في حالك، انا اللي حمار اللي داير في راسي. قال مراد والله ما كنضحك عليك، راه هاد البنت مقطعه الوراق. قلت ليه بزاف، ولكن راها ملاك كيتمشى على الارض. قال مراد فعايلها ديال الشياطين. وانا نقول ما عرفت فين غدا تكون دابا، وحتى بصامي معاها. بدا مراد كيضحك وقال غاب لما تبقى تحلم به، خصوصا لكانوا فيه الفلوس. وانا نقول والله ما على الفلوس، غير فيهم واحد التصويرة باغيها. قال مراد ودابا كيفاش غتلقاها؟ قلت ليه ما عرفتش.
مراد شفتك جمعتي معايا، سير شوف خدمتك حتى الليل ونخرجه. وهو يقول يلا تهلا الشاف. قلت لي خدموا على هاد القضية مزيان. خرج مراد وبقيت خاشي راسي في الدواسات الخدمة كانت كتير. أما إيمان قالت بقيت غادة حتى وصلت حدا الكوميسارية وبديت كنقلب على شي سناك ولا ريستو. نهرت لبوهم الجاج باش يجيبوا لي البوليس ونمشي عند حبي. حتى كيبان لي واحد مول كروسة كيبيع ساندويتش ومعاه جوج صحابه. البنت اللي دازت كيتبسلوا عليها ومع باينة فيهم شماكرية. البنات كيتخلعوا وانا ندير بالناقص من شي ريستو ولا سناك. ومشيت قصدتهم قلت اخويا ممكن تصيب ليا واحد؟ قال لي الولد هاد الزين كامل وبغى غير واحد. وهو يقول الولد الثاني اح على التوت. وهو يقول الاول ممكن النمرة. قلت شنا هو؟ درت بحال ليلة غنمشي في حالي وانا ندور بالزربة. وبداك العصاب دفعت الكروسة وجريت منها واحد الحديدة وعاودت دفعتها برجلي حتى تقلبات وبديت كنغوت ها الزين ها التوت وها النمرة يا تريكت الدومة. حسيت بيهم غينفجروا في ديك اللحظة والدخان غادي يخرج ليهم من ودنيهم باش يتعلموا يبقاو يتعنبوا. قال الولد واش انتي مسطية؟ والله يا امك حتى اليوم نقتلك. جبدوا الجناوة من تحت سراولهم. وهو يقول الولد الثاني والله يا اليوم حتى نردك كفتة. واش مريضة ولا مالكي؟ هالي ما بغيناش كحلتها ناري وتميت راجعة باللور كنشهد. حتى وقفوا عليهم واحد جوج عمالقة ما عرفتش كيفاش داروا ليهم حتى خلاوهم مغيبين وغارقين في دماياتهم. تخلعت منهم حتى دخلت في شي حد درت بالزربة وانا نلقى واحد الزين واحد البوغوس. اش غدا نقول؟ فورمة عنده بحال ديال مروان واعرة وعوينات زرقين مع الشمس ولاو كيبريو والشعر مطلعو شهاب وقيل قاوري. قال ايه كيشير ليا بايديه. قلت ليه انا بغيت نقول شكون انت؟ نسيت هادوك اللي مورايا على اللي شاف الزين غيبقى يفكر. قال سلام انا انيس. قلت ليه الاخ مغربي. اضحك وقال اها شنو سميتك؟ قلت ليه ايمان. وهو يقول سميتك زوينة بحالك. قلت ليه شكرا ولكن ما فهمتش شنو بغيتي. شاف مورايا ودوى مع دوك العمالقة وقال جيبوا الطوموبيل. وانا نقول ليه بسلامة. قال لي بلاتي ربا غير ندوي معاك. قلت ليه هانا كنسمعك. قال ماشي هنا. وانا نقول اسمح لي انا ما كنعرفكش ما غنمشي معاك لحتى بلاصة. قال واخا نجلسو غير في الطوموبيل راه شويه وغيجيو البوليس. قلت ليه اه فكرتيني شفتهم تعطلوا. قال لي من نيتك راه انتي اللي غتمشي فيها. جابوا هادوك الطوموبيل حتى لحدانا وقال لي طلعي. قلت ليه حلف ما دير ليا شي حاجه. بدا كيضحك وقال طلعي طلعي. قلت ليه وحلف. قال والله ما نقرب ليك. وانا نقول اوكي الا حنتي غيعذبك الله. طلعت وجلست وقلت له كنسمعك. قال كنت البارح في القهوه وشفت داكشي اللي درت تبعتك وحتى اليوم في الصباح تبعتك. قلت له وعلاش؟ قال حيت عجبتيني الليل كامل وانا كنفكر فيك ما قدرتش نعس. عمر ما طرا ليا هكا مع شي وحده. بغيتك من اول نظره. قلت شنا هو مال هذا؟ هو بصح زوين ولكن انا كنبغي البوغوس ديالي. مروان فسر عليه واصلا ما ارتاحيتش ليه بان ليا غير طالقها علي. او من البارح اليوم ولا كيبغيني كي دار ليها
ولكن حتى أنا دغيا بغيت مروان. وهو يقول أنيس كيف سمعت؟ قلت ليه صدمتيني الصراحة. قال عادي، وانتي كيف جيتك؟ وانا نقول واخا نمشي راه عندي ما يدار. قال لي بحالاش؟ قلت انت راك خسرتي لي اللحظة ديالي، كل راني دابا كمال داكشي اللي جيت لهنا على قبله. ضحك وقال اش من خطة، انتي كلك مصائب. غوبشت فيه وهو يقول صافي بلا ما تقلقي ادوي، انا راه نقدر نعاونك. قلت ليه بصح، وهو يقول جربيني. قلت كنت بغيت البوليس يشدوني باش نقدر نشفر التليفون ديال الكوميسار. وهو يقول اين كوميسار؟ قلت مروان قاطعني وقال واش مروان العمراني؟ قلت ليه اه، واش كتعرفو؟ بان لي وجهه تبدل تعصب وبقى كيشوف فيا شي شوفات اشكال. قلت ليه ايوا دوي. قال لا ما كنعرفوش. دابا شرحي ليا شنو باغا ديري. قلت ليه الصراحه هاد مروان خو صاحبتي وهو مخاصم دابا مع دارهم، وانا عطيت الكلمه للدريه باللي غدا نرجع خوها لدارهم اليوم. قال ليا والتليفون ليش بغيتيه؟ قلت ليه نشفرو وديه الفيلا ديال والديه، هو فاش ما غيلقاش غادي يدير جي بي اس وغادي يمشي عندهم. شفتي انا ذكيه. بدا كيضحك وانا نقول ليه علاش كتضحك ياك ما سمعتي شي نكته. قال ليا فين هو هذا الذكاء اللي عندك المكلخه، واخا كاع يمشي ليه التليفون هو غادي يكلف شي حد من الدراري اللي معاه باش يلقاه ليه. وانا نقول وشنو غندير دابا، المهم انا غادة في حالي. قال ما بغيتينيش نعاونك. قلت ليه كيفاش؟ عيط في التليفون وقال شي واحد يصيفط ليه النمرة مروان. وانا نقول هاي هاي باينة فيك مرفح وعندك معباك صاحبي. ضحك وقال شوية واش الفيلا ديالهم هي اللي مشيتي ليها البارح؟ قلت ليه اه. جاه ميساج في التليفون وابتسم هو يقول انيس استناي نهضر في التليفون ونحل ليك هاد المشكلة. قلت له اوكي. وعند مروان قال كنت خاشي راسي في الخدمة حتى صونا لي التليفون، هاد النمرة ما كنعرفهاش. قلت الو. وهو يقول الو مروان العمراني. قلت اها هو هذا، شكون معايا؟ وهو يقول كنصحك ما تبقاش تنبش في القضية ديال الكوكايين. نط من بلاصتي وقلت كون نعرفك راجل بان ليا. هو يقول انيس ما تعصبش غير بشويه عليك. قلت نلقاك نلقاك واخا تخبى تحت الارض. وهو يقول انيس نقدر بسهوله نغبرك كيف ما درت للنقره. وانا نقول راك ما كتعرفنيش مزيان وما تقارنيش بهذاك الميكروب. قال انيس حتى انت ما كتعرفنيش، ولكن غادي نعطيك عليا واحد الصوره زوينه ملي غتوصلك خبر عائلتك. قلت عرفتي وتقرب ليهم حتى نقتلك يا الشماته. قطع عليا ما بقيت عارف ما ندير، ضغط وليت كنفكر غير في الحوايج الخايبين، يا ربي ما يوقع ليهم والو. خرجت كنجري ركبت في الطوموبيل وسقت اقصى سرعه. سميناه انيس. نتكلموا شويه على انيس. 28 سنة، البوس ديال أكبر عصابة ديال تهريب الكوكايين في إفريقيا، عازب. ولكن ملي شفت ديك البنت اللي بحال لابوها في القهوة زوينة وقوية والفورمة عندها عجباتني، قررت باللي خاصني ندوز معها شي ليلة حمراء. الصباح والتاني صدماتني ملي دارت داك التصرف، ولكن اللي صدمني كتر باللي هي كتعرف مروان وباغا تعاون. تعصبت ولكن حاولت ما نبينش ولقيت ليها الحل، واصلا انا كنت غادي نعيط ليه. انيس سال المكالمه وجا عندي وقال صافي. قلت له شنو اللي صافي؟ وهو يقول هدرت معاه وقلت ليه حياه عائلتك في خطر وهو دابا غادي لعندهم. ضحكت وقلت له زعما طيقك؟ قال انيس اها. وانا نقول واخا يلا هديني الفيلا. قال لي يا مرحبا. وعند مروان قال
وصلت وتميت داخل وهو يحبسني العساس. قال لي يا سيدي فين داخل؟ قلت ليه راني مزروب ما مساليش ليك. خليته كيهضر ودخلت كنجري كندق نصوني ووالو. مشيت للباب ديال الكوزينة ودخلت ولقيت دادا. قلت ليها دادا فين الوالد والوالدة؟ دادا غير شافتني وهي تلاح عليا وبدات كتبكي. هاد المرأة كان اعتبرها امي الثانية. قالت الله ولدي الله توحشتك مشيتي وما بقيتي سولتي لا والو. قلت حتى انا توحشتك وبست ليها راسها وقلت ليها دادا عافاكي فين هو الوالد والوالدة؟ راني مخلوع عليهم. قالت لي راهم لداخل في الصالون ومعهم حتى سارة. أما أنا وصلني أنيس وشكرته ودخلت من الكوزينة ولقيتهم بخدوج كتنخسس. آويلي هادي مالها؟ قلت ليها أمي خدوج مالكي ياك لاباس؟ وهي تقول ولدي مروان جا اليوم شحال توحشته. قلت ليها حلفي بالله احتاجة. وهي تقول ومالكي فرحانة بحال ليلى جايين فيك الخطاب؟ قلت لا والو علاش غدا نفرح فين جالسين؟ وهي تقول في الصالون. قلت ليها واخا انا غدا نمشي عندهم. قالت جلسي فين غادة واش خرج لك العقل؟ قلت ليها غادة غير نتصنط عليهم ما غاداش نجلس معاهم. ما خليتهاش تهضر وطرت من حداها حتى وصلت حدا الصالون. بان لي يا مروان ما دخلش عندهم مخبي مورا الحيط وكيشوف فيهم وباين فيه طايح عليه الضيف. اما هما عاطينها الضحك والتكركير باين ما غاديش يدخل عندهم وخاصني ضروري ندير شي حاجه. مشيت موراه بلا ما يحس بي وانا ندفعو بالجهد بزاز باش تدفع ليا حتى طاح واحد الباص وهما يدورو كاملين. وكانت الصدم مروان دار لعندي كيشوف فيا وهما كيشوفوا فيه وانا كنشوف فيهم. واحد الموقف بصراحه محرج. اما عند انيس كنت جالس في الشركه ديالي اللي هي اصلا مجرد تمويه باش نبعد عليا الشبهات. قلت عصام جيب لي كاع المعلومات على هاد مروان متشوق نتلاقاه. قال عصام اوكي بوس ما عرفتش ايش غادي يكون واقع دابا في الفيلا ولكن اللي متاكد منه هو ديك المصيبه غدا تكون دارت شي مصيبه. مروان دار عندهم وما عرف ما يقول حتى جابوه عنده كيجري وجروا عنده عنقو. قال له باه فين مشيتي وخليتينا؟ مروان بقى غير ساكت باقي ما استوعبش اش طار. جات امو حتى هي عنقاتو وشبعات فيه بوسان وحتى اختو خدات حقها منه. وهي تقول نعيمه اجي جلس حتى يا ولدي. وهو يقول مروان واش نتوما بخير ما طرات لكم حتى حاجه اليوم؟ وهو يقول له باه اش غيطرى لينا ولدي احنا بخير. قالت ساره اه اخويا بخير. وهي تقول نعيم كنت عارفك غتجي اليوم داكشي علاش طيبت كاع داكشي اللي كيعجبك بيدي. قال ليها مروان كيفاش كنتي عارفه؟ وهي تقول له ساره ايمان اللي قالتها لينا ووعدتنا باش ترجعك للدار. اش هاد الفرشه ديال الولد غير سمع سميتي وناد من بلاصتو وجا جرني من ايدي وهو معصب. قلت شوف انا ما درت وهم. قال داك التليفون اللي جاني عندك به شي علاقه؟ بقيت ساكته وهو يبدا يغوت ادوي خلاص زير لي على عنقي وانا كنحاول نتفك منه والو. وحتى من بابا جا كيجر فيه ما بقاش بغى يطلقني شويه وكنت غدا نموت ليه في ايدي. حتى جرات امه وهي كتبكي بديت كنكح وقلت له اقتلني انت حسان. وهو يقول قسما بالله غتبقاي حتى غنهرس لامك هذاك الفم. قلت امي مالها؟ قال ما عرفاتش تربيك صافي. فاش قال لي هكا لساني تسرد وبديت كنشوف غير في الوالدين ديالي وهما ميتين. مروان قال ما عرفت علاش قلت ليها امك ما عرفاتش تربيك تبدل ليها اللون ديالها وجمدات في بلاصتها كان دوي معاها وما كتسمعنيش. قالت سارة خويا إيمان مالها؟ بقيت ساكت وما دويتش. وهي تقول الوالدة صافي عجبك الحال دابا درتي ليها هكا؟ وهو يقول الوالد إيمان
بنتي واش انتي بخير؟ هضري معانا. ما فهمت والو، ندمت علاش دويت معها هكا، ما لقيت منديل وانا نصرفقها حتى شحقات وعنقتها حيت خفت عليها. بصح هي كدير زباين، ولكن انا متاكد باللي قلبها ابيض. اما الدار بقاو غير مبلقين عينيهم فينا. جلستها وعطيتها الماء وقلت واش دابا مزيان، وانا نقول بغيت ليك القرد فيهم. وهو يقول مروان غادي نضربك. قلت خالتي ايش بغيتو، كنتو مهنين من صداعه. ساره ضحكات وقالت ما كذبتيش. كل شي بدا كيضحك وحتى انا، ولكن الداخل ديالي كان كيتقطع حيت هما عائله وحده، اما انا ما عندي حد. وحسيت بمروان حتى هو مخربق. خليتهم جالسين ومشيت طلعت نجمع البيوت حتى دخل عليا وسد الباب. قلت اش باغي، وهو يقول انتي خدامه هنا وكذبتي عليا. قلت له ومن بعد مالك؟ قال ايمان. قلت ليه ما رضيتش نقول ليك فين خدامه. قال لي وشكون عيط لي؟ قلت انيس، واحد الدري درايف وكيبغيني. دفعني على الحيط حتى حسيت بظهري غادي تقسم، وهو العروق ديال راسو بان بكثرة ما تعصب وعيني حمار. الصراحة بان فن، كتجي معاه تغوبيشة. قلت آي ظهري. بدا كيغوت وبان واش عارفاش كتخرجي على فمك. هذاك اللي عاجبك راه مافيوزي مجرم قتال، راه من شحال هذا وحنا كنقلبوا عليه، ودابا يا غتقولي لي منين كتعرفيه ولا غندفنك هنا. عاودت ليه كلش وهو يقول ناري ونشدو نحرقو، انتي غتبقاي تباتي هنا في الفيلا وما تخرجيش بوحدك حيت راه ولات حياتك في خطر. قلت ما غيقدر يدير ليا والو حيت كيبغيني. شدني من شعري وجرني عنده، ايد دوخة شيها في شعري والايد الاخرى على الخصر ديالي، وباسني واحد البوسة. شد لي وجهي بايديه بجوج حتى فمي تجمع، وهو يقول انتي ديالي وانا بوحدي اللي عندي الحق نبغيك. قلت كتبغيني، وهو يقول كتر ما كتصوري. قلت له حلف بالله، وهو يقول والله حتى كنموت عليك. قلت له سبحان الله اللي شافني كيبغيني، واش انا زوينه حتى لهالدرجه. حيد ايديه من وجهي وخنزر فيه، وانا نقول حتى انا كنبغيك، ممكن شي بوسه؟ وهو يقول ممكن بزاف المصطيع. ضحكت وهو يقول بصح كتبغيني ولا غير طالقها عليا. قلت له كان حماق عليك، انت راه ديتي ليا قلبي. عنقته وحسيت بواحد الاحساس بشكل، يمكن حيت انا ديما بوحدي ما عرفتش، ولكن ما كرهتش نبقى ديما مخشيه فيه. قال خاصنا نمشيو دابا. قلت له فين؟ قال الكوميساريه، وانا نقول وانا لاش غنمشي معاه. قال باش توصفي لينا داك المجرم كيف داير والرسام غادي يرسمه. قلت له واخا. هبطت انا وياه لتحت وقال ليهم اللي كاين، كاع ما كذب عليهم غير هو ما قالش ليهم كيبغيني. دواليهم غير على انيس، تخلعوا شويه، ولكن هو هدلهم. عيط على الرجال باش يحرسوا الفيلا، ومشينا للكوميساريه ودخلنا البيرو ديالي، وهما يجيو جوج دراري وبنت. واحد فيهم هو اللي كنت قربلتها معاه نهار الشفار، واحد فيهم هو اللي كنت قربلتها معاه نهار الشفار. قال مروان الدراري هادي ايمان، هي كتعرف البوس. قلت ما كنعرفوش غير شفته، مالك باغي تلصق ليا مونتي؟ وهي تقول ابتسام هضري بأداب بنتي، وهي تصرفقني. احتضرت ودق الباب، وهو يقول مروان تفضل. قال مراد الرسام رهجة. هاد مراد ما عرفت مالو كيخنزف فيا ياك ما بغى. هاد مراد ما عرفت مالو كيخنزف فيا، وهو يقول مروان واخا دخل ايمان واش مستعده. قلت له دخل الرسام
وجلس كيسولني وأنا كنجاوب، وفين ما كنجاوبه كان بين الإعجاب ديالي بأنيس. ومروان غير حاضر، ما كرهش يتلاحى عليا ويقجني. فرحت حيت بانت عليه الغيرة، وهو يقول الرسام شكرا أنيس. سي مروان ها هو. قال لي شكرا تقدر تمشي. خدا مروان تصويرة وبقى شحال هو كيشوف فيها بواحد الكره والحقد، تقول قاتل ليه باه. قلت مروان اعطيني نشوف، وهو يقول الا كنتي باغاه سيري عنده وبلا ما تصدعي ليا راسي. قلت مالك تهضر معايا هكا، وهو يقول مروان كتعصبيني. واش سمعتي كتعصبيني؟ انا شفت كيفاش كنتي كتوصفي فيه بحال ليلى كتموتي عليه. وانا نقول راه كون بغيتو كاع ما نوصفو ليكم، بغيت نعاونك ندمتيني، بغيت نخرج هو يجرني عنده حتى تصاطحني. وبدينا في ليبيتي، خشى راسو في عنقي وباسني بوسه خفيفه حتى برشت. قلت له مروان. قال لي يا مالكي. قلت فيا الجوع، وهو يقول فيك الجوع، فين تبغي نمشي ونتغدى؟ قلت ما عرفتش فين ما بغيت. قال لي واخا يلا. لا تسناي بلاتي نتفاهمو من دابا. قلت علاش؟ وهو يقول ديري شي تصرف ماشي هو هذاك، نمشي ونخليك، ووجهي عمرك باقا تشوفي. ضحكت وقلت زعما، وهو يقول ما كنضحكش. قلت واخا غير الله يخرج هاد الخرجة على خير. اداني الواحد الريسبو زوين حدا البحر كلاس. جلسنا وقال السربان السلام عليكم، شنو بغيتو تاكل؟ هزيت المامي وشفتها وطلعت راسي فيه وانا نقول على ذوقك، وفي خاطري راه غير ما فهمت والو في هاد المامي، كل شي فيها بالفرنسي ما فهمت حتى العربية. قال مروان كيف ما ديما وجيب المدام بحالي. مشى السرباي وقلت له عاود شنو قلت دابا؟ قال قلت ليه يجيب ليك بحالي. قلت ولا انت قلت ليه المدام. شد لي في ايدي وقال ايه مراتي حبيبتي، غير نسالي القضية ديال داك المجرم ونتزوج. حنيت راسي زعما حشمانة وانا ما كرهتش نتلاح عليه، وبغيت ندير زعما رانا كنحشم، وانا نتفكر اهم حاجة وانطرت ايدي منه. قال شنو عاود تاني؟ قال شنو عاود تاني؟ قلت ليه فينا هو الخاتم؟ قال لي ضروري تخربقي لينا الاجواء. وانا نقول احتاج تجيب لي الخاتم عاد دوي في الزواج ولا ياك ما سقران. تعصب وقال ايمان. قلت ليه غير كنضحك معاك حبي وعند انيس. قلت لا ما نقدرش مستحيل ندير هاد الشيء، وهو يقول لي الشخص اللي قدامي اللي بغيتي، المهم ترحم على اختك. شنقت عليه وقلت تمشي وتقرب ليها نقتلك. قال لي وقيلا جوازتي الحدود. حيت ايدي عليه وقلت اسمح لي. قال لي اليوم نسمع اخبارها الله يعاون. وانا نقول علاش ما نستغلوهاش باش نبعدو مروان من طريقنا، وهو يقول وقيلا راه بيعات بيك وقيلا راه بيعات بيك. قلت حنا نخطفوها ونخليو مروان يدير اللي بغينا. قال بغيتي دير ليه كيف درت ليك، المهم القى الحل هاد المشكله وفي اقرب وقت، ولا راك عارف اش نقدر ندير. خرج من عندي وطحت الارض شنو ندير دابا، وبديت كنتفكر هادي 3 سنين قبل كنت خدام في واحد البنكه، كنت عايش بخير، عندي عائلتي الصغيره، الام ديالي واختي اللي عندها دابا 21 عام، والاب ديالي الله يرحمه احتاج النهار المشؤوم. كنت خدام على شي حسابات وبالصدفه اكتشفت بلي كاين شي اختلاسات كبيره واقعه في البنكه، بغيت نتاكد ومشيت عند المدير ناوي ندوي معاه، ولكن قبل ما ندخل سمعتو كيهضر مع شي حد في التليفون. قال اسمح لي
ولكن راه اختلسنا بزاف هاد الشهر، خفت غير نتفضحه. لا ما يمكنش، راه قلت ليك اللي كاين، تحصبت ودخلت عليه وقلت انا غادي نفضحكم، غادي نوريكم أربعة الشفارة، غنصيفطكم كلكم الحبس. قال لي المدير أنيس بعد على هاد الشي ولا غادي تجبد عليك غير النحل. هانا نصحتك، قلت لي النحل هو اللي غادي يهجم عليكم وعقل على هضرتي. وهو يقول لي المدير ما عندك حتى دليل. قلت له هاد الدليل اللي غايدينكم، وكنشير ليه بالوراق اللي في ايدي. وهو يقول لي المدير دير عقلك ولدي وخلينا نتفاهمه. خليته وخرجت ومشيت قاصد الكوميسارية، حتى وصلت ليها باغي ندخل وهو يصوني التليفون ديالي. قلت الو هدى، الو الو هدى، حتى كنسمع واحد الشخص كيقول الا حطيتي رجليك في ديك الكوميسارية غير نسارة عندك اختك. قلت شكون انت، واش بغيتي من اختي؟ وهو يقول ما عندي ما ندير باختك، انا باغيك انت. قلت عافاك ما تدير ليها والو، ندير اللي بغيتي غير ما تقربوش ليها. من بعد هاد الشي وليت اليد اليمنى ديال البوس الحقيقي، واختي من هذاك النهار هو حبسها وكيوريها ليا غير في الكام، ما عرفتش فين مخبيها. والام ديالي مسكينه ماتت بالقلب، حياتي كامله ضاحت. وما تشكيتش، ولكن باش يطلب مني نقتل الإنسانة اللي دخلت ليا لقلبي ما نقدرش. وعند إيمان ومروان جابوا لنا الماكلة، مروان كي يأكل وهو ساكت وكيف ديما خاصني نزبلها. قلت الحب ممكن سؤال؟ قال لي يا مرحبا. قلت ليه مالك مع مروان؟ غير سولته وبدا كيكح وحلتها ليه مسكين. وانا نقول هاك حلمة شوية عليك، مالك ما كتعرفش تاكل؟ هز راسو خنزر فيا واحد التخنزيرة. قلت له واش دابا مزيان؟ قال لي يا بخير. قلت له على راحتك. وهو يقول كيفاش؟ بديت كناكل وما جاوبتوش. قال لي إيمان كندوي معاك. وانا نقول مالك مكلخ ولا ما كتسمعش؟ على راحتك، ما بغيتيش تعاود ليا بلاش حتى حاجة ما بزز. قال لي هاد الموضوع حساس، خلينا نتغداو دابا. وانا نقول قول غير انت انا شبعت. وهو يقول بلا ما تبديت مرضي فيا. قلت له صافي ما قلت والو. وهو يقول مروه كانت هي كل شي عندي، بنت زوينة وبريئة، ملي كنت صغير وانا كنحلم نتزوجها، خدمت وترسمت الحمد لله، ومشيت خطبتها، ومشيت خطبتها من عند عمي، كنا مزيانين حتى وسها وسكت. أبغيت ليه العذاب كل راه كيخمم فيها. بالحق أنا اللي فكرته في ديك الزمرة. قلت إيوا وشنو وقع من بعد؟ قال لي حصلتها مع، قلت له مع صاحبك. وهو يقول تخليني نكمل ولا نوض نمشي في حالي؟ قلت له كمل، كون ما كان الفضول اللي قاتلني والله حتى نقلب عليك هاد الطبلة. وهو يقول حصلتها مع بنت عمتي، واش فهمتيني؟ قلت له ما فهمتش، واش كانوا مع شي دراري؟ قال لي ولا هما كانوا مع بعضياتهم. قلت له كيف الزعمة؟ وهو يقول شادة من الشواد. وانا نبدا نضحك وهو يخنزر فيا، كنضحك وقلت له واش كدوي من نيتك؟ قال انا اللي حمار داير في كراسي وكنعاود ليك، نمشي نخلص ونمشي في حالنا. قلت له واخا غير نمشي للتواليت. مشيت للتواليت وطحت في الارض بالضحك، طيرني. تخيل داك الموقف، غسلت ايدي وتميت خارجه وانا نتلاقى مع ولد عمي كريم. صدمت، حسيت براسي غدا نتخنق. قال إيمان؟ بقيت ساكتة. وهو يقول إيمان واش لاباس؟ ما قدرتش ندوي معاه، ضربتها بجرية، خرجت من الريستو وكنسمع مروان كيعيط ليا، ولكن ما تسوقتش ليه، بقيت شحال وانا كنجري حتى تقطع ليا النفس. وقفت وسط الشانطي
وما بقيتش عرفت شنو وقع. كنشوف في الناس وكنسمع صوت طوموبيلات، ولكن تكوانسيت. حسيت بشي حد جرني بالجهد حتى طحت أنا وياه. هو يقول لي يا مروان إيمان واش بغات تموتي؟ غير كنشوف فيه وما قادراش ندوي. قال لي راه كان دوي معاك دوي. بقيت ساكتة. صرفقني حتى طحت الأرض. قلت له أي وعدتيني. وهو يقول فشنو كيوقع ليك؟ قلت لي والو شنو واقع ليا؟ وهو يقول أجي معايا. مشينا للدار ديالو. جلسني فوق الفوتي وجلس فوق الطابلة وشد لي إيدي. وهو يقول أنا عودت لك مشكلتي، عودي لي حتى أنتي باش ترتاحي. حيت إيدي وقلت له ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع. جا حدايا وعنقني وزير عليا وقال خلينا معانقين ودوي. زيرت عليه حتى خشيت ضفاري في ظهره وقلت له تخنقت مروان، بغيت نبكي وبغيت نغوت، توحشت عائلتي. واش عارف باللي هما ماتوا وشفتهم؟ انا شفتهم كانوا كلهم دم. علاش طرا ليا هكا؟ وحتى فاش عشت مع عمي مراته ما كانتش كتعاملني مزيان، وولدهم كان غيغتصبني. بغيت نعرف علاش كيطرا ليا هكا. مروان ما دواش، بقى غير معنقني وكيسمع لي. خلاني حتى خويت كاع داكشي اللي في قلبي. عاد قادني معاه وقال كان واعدك نسيك في هادشي كامل. جمع لي وجهي بايديه وباس لي فوق راسي. وصون التليفون ديالو عيطولو للخدمة. مشى مروان وانا دخلت دوشت وضربتها بواحد النعسة. يا سلام. وعند انيس قال جالس في البيرو ديالي وطالع لي الدم. عيطت عبدو عبدو. جا عبدو قال وي سيدي. قلت هاك هذا عنوان الفيلا، بغيتك تبقى حاضيها حتى تخرج منها واحد البنت، هي راها زوينة وشعرها كحل وطويل، اديوها لابارتمون ديالي. عبدو قال واخا. شي حاجة اخرى سيدي؟ قلت ما نبغي حتى حد يعرف هاد الشي، الرجال اللي غتدي معاك خاصهم يكونوا ثقة. قال عبدو واخا سيدي. وانا نقول له تقدر تمشي. وعند مروان مشيت للخدمة ديالي وخشيت راسي في الخدمة حتى وصلت 8 ديال الليل. عاد تفكرت باللي خليت إيمان بوحدها في الدار وحتى الماكلة ما كيناش. تلاجة عندي كتصفر. خرجت بالزربة وفي طريقي خديت لينا ما ناكله. نرجعو عند أنيس. قال ما عرفت هاد الشي فين غادي يخرجني. كنت ما كنحملش الظلم. توحشت الأيام اللي كنت فيهم بحال شي صفحة بيضة. ما بغيتش نظلم هاد البنت. يا ربي عاوني، يا ربي وريني الطريق الصحيحة. حتى كنسمع الدقان. قلت دخل. وهو يقول عبدو سيدي الدرية اللي قلتي لينا عليها راها دابا في لابارتمون ديالك. قلت ما لقيتو معها حتى مشكل؟ وهو يقول لا، احنا درنا ليها مخدر على نيفها، ما قدراتش تقاومنا. قلت واخا سير دابا. هزيت السوارت ديال الطوموبيل ومشيت لابارتمون باش نشوفها. نمشي عند ايمان. قالت فقط لقيت مروان باقي ما جاش، والدار ما فيها ما يتكال. كرشي ضراتني، جاني الملال وشعلت التلفازة ودرت كاع على الاذاعات ديال الهنود. فيلم واحد كيبقاو يعاودوا لينا فيه حتى كنكرهوه. وقلبت على اذاعه الغنى، جهدت الصوت وعطيتها غير للشطيح. وهو يقول مروان ايمان. قلت مروان علاش جيتي؟ مروان بدا كيضحك وقال وقيلا هادي داري ولا ياك ما غلط في العنوان. قلت ليه لا، بغيت نقول في الجوع. ناري على حصلك دايره يا لطيف. تزنقت وحتى من عقلي تبلوكا، ما بقيتش قدرت نفكر. وهو يقول مروان ايه عارف راه جبت لينا ما نقصي. جا حدايا وهو يقول مالكي واش وقع عليك شي حاجه؟ قلت له شوف دابا انا هو انا وحدرت راسي. قال لي منيتك انت حشمانه، ادوي على المصيبه دوي مالكي. بغيت نقول ليك جيب لي اولويز بالحانوت. وهو يقول لي
شنو هو؟ لا حتى لهذا الشيء ما نقدرش نجيبه. قلت له ماشي لخاطرك، راه خاصني ضروري. قال مروان واخا واخا غير صبري، انا غنجيب لك داك الشيء اللي بغيتي. قلت لي شكرا حبيبي. قال ما حبيب حد، ديما خاصك تبرزطيني. مشى خرج وانا تسرحت بالضحك، انا اللي بنت ما كنقدرش ناخذها من عند مول الحانوت، ابقى غير هو وعند انيس. قال دخلت لابارتومون ومشيت حليت البيت، حتى كنتصدم بواحد البنت بحال الحوريه على الارض، شعرها طايح على وجهها، مربوطين ليها ايديها من لور ورجليها، وفمها مسدود، كتحاول تفك راسها، كدير حركات بحال شي سمكه خرجناها من البحر. عويناتها كانوا عامرين بالدموع والخلعه باينه فيها. بلاتي هادي اش كدير هنا؟ وفين ايمان؟ اوف عبدو، شكون هادي اللي جبتي ليا؟ ناقصيني المصائب. قربت حداها حليت ليها رجليها هما الاولين، من بعد ايديها، وهي حيدات اللصقه من فمها، بقات شحال كتشوف فيا وهي تدفعني، وتمات هاربه. ولكن انا شديتها وجريتها حتى البيت ولحتها فيه. قالت شكون انت وعلاش جايبني هنا؟ عافاك خليني نمشي. قلت ليها شنو سميتك؟ وهي تقول وهي كتبكي سارة. قلت سارة جلسي هنا وما نسمعش صوتك، ولا غادي تشوفي شي حاجة ما غتعجبكش. قالت هاد الفعايل ماشي ديال الرجال، سمعتيني؟ جايبني هنا وحبسني، ما عرفتش من بشر انت. عصباتني وانا نصليها معها، حتى داز ليها فمها بالدم. قلت راه قلت ليك سكتي بلا ما تخليني ندير شي تصرف ندم عليه. سكتت وبقات كتبكي. خرجت من عندها وانا باغي نتفرقع، شكون هاد البنت؟ ما كنتش بغيت نضربها، حيت حتى انا عندي اختي وما بغيتش ناديها، وما نبغيش اللي اديها. وعند ايمان قالت رجع الحب ديالي وجاب لي اللي خاصني، مشيت بدلت ولبست عاوتاني من حوايجو، كلينا حتى شبعنا. هو الصراحه باقي ما شبعناش، يلا غنبداو في لي بيتيز. وصونا التليفون د مروان. قلت اوف هاد التليفون ما لقى امتى يصوني. هو يقول مروان حرمها عليك، عقت بيك. قلت له جاوب جاوب. نتهاوش انا دابا، حتى قلنا ناخذ الحنان اللي ناقصنا وهو يصوني، شي نهار نشتت لمو داك المشقوف. قال مروان الو، وناض من بلاصتو وقال كيفاش؟ صافي غير قطع انا جاي دابا. قطع وضرب التليفون مع الارض وقال مصيبه هادي. قلت له مالك؟ وهو يقول اختي ما عارفينهاش فين، اختي ما عارفينهاش فين من الصباح، وداك الايفون علاش مهرسو؟ تلقاه غلا من اختك. يا لطيف بنادم ما كيعرفش قيمه النعمه اللي عنده. قلت له اويلي دابا راه الجوج ديال الليل، فين غدا تكون؟ قال لي خايف غير يكون انيس مورا هادشي. قلت له ان شاء الله ما غيوقع ليها والو. وهو يقول يلا تحركي نمشيو للفيلا. وعند انيس قال عيطت على عبدو. قال الو سيدي. قلت له واش ما نقدر نعول عليك في والو؟ وهو يقول سمح لي يا سيدي، واش غلطت في شي حاجه؟ قلت شكون هاد البنت اللي جبتي ليا؟ واش باغين تطرطقوا ليا شي عرق في راسي؟ قال عبدو انت قلتي ليا البنت اللي تخرج من الفيلا وهي عندها نفس المواصفات. قطعت عليه مصيبه هاتي، باينه غدا تكون خت مروان، مشيت جبت ليها ما تاكل ودخلت عندها، لقيتها جالسه في الارض وجامعه رجليها وخاشيه وجهها في رجليها. قلت ساره الماكله. وهي تقول بغيت نمشي في حالي. قلت ليها ما تخافيش راه ما غاديش ناديك. وهي تقول ولاش جبتوني لهنا؟ قلت ناكلو بعدا ونقول لك. هاد البنت باينه فيها نيه والخوف باين عليها، كتخرج الهضره غير بالزز. قالت ما فياش الجوع. قلت ليها ولكن انا فيا الجوع وما كان بغيش ناكل بوحدي، نوضي.
ناضت وجات وبدات كتاكل معايا بواحد الطريقة راقية، عويناتها كيبريو بالدموع وهي تقول الحمد لله شبعت. قلت ليها بالصحة. قالت دابا عود ليا علاش خطفتوني؟ وانا نقول لها شوفي القضية معقدة بزاف، انا ما كنتش بغيت نخطفك انتي، كنت باغي ايمان البنت اللي كتخدم عندكم. قالت ايمان علاش اش دارت ليك؟ وانا نقول لها ماشي لخاطري، راه كان باغيني نقتلها ولا يقتل اختي. قالت سارة شكون هو؟ قلت ليها البوس. وهي تقول البوس؟ قلت لا والو، ما عرفتش علاش كنعاود ليك. وشدات ليا في ايدي وهي كترعد وتبكي. قالت عاود ليا، راه باين فيك محتاج تخرج داكشي اللي في قلبك. زيرت ليها على ايديها وعاودت ليها كلشي والدموع كيهودوا من عيني. حسيت براسي ارتاحيت ملي دويت معاها، وصدماتني ملي تلاحت عليا وعنقاتني. قالت كل شي غادي يكون بخير، وقالت كل شي غادي يكون بخير. قلت ليها ما نظنش. وهي تقول خاصك ضروري تهدر مع مروان، هو راه كوميسير ويقدر يلقى ليك اختك. بعدت عليها وقلت لا ما يمكنش، راه غيقتلوها، انا اختي هي اللي عندي في هذا الدنيا، وهاد الناس ما كيعرفوش شي حاجه سميتها الرحمه. قالت ساره تيق فيا، مروان هو اللي غادي يحل لك مشكلتك. قلت لا لا هي لا. ساره كتغوت وقالت واش عاجبك اختك تبقى بعيده عليك؟ حضرت راسي كنفكر وما عرفت باش نجاوبها. قالت اسمع اعطيني التليفون عيط لخويا، ولا عرفتي يلا نمشيو عندهم الفيلا. قلت ليها خايف لنكون سبب في موت اختي. وهي تقول ما تخافش. قالت ايمان وصلنا للفيلا ومروان غير كيصوت وكيعاير غير بوحده. دخلنا ولقينا خالتي نعيمه وامي خدوش دايرين جنازه، اما با جالس مصدوم. خالتي غير شافت ولدها وهي تلا عليه كتبكي. قالت مروان جيب لي بنتي، الله يا ربي بغيت بنتي. قال ليها مروان ماما بلا ما تخافي راه غادي نلقاوها. وهو يقول با فين هي دابا؟ واش عارف شي حاجه؟ حتى سمعنا صوت ساره كتقول بابا. درنا كاملين. قلت انيس؟ مروان طار على انيس وبقاو مضاربين ومع بجوج صحاح. حسيت براسي كنتفرج في كومبا، كل شي كيفك وانا مبعده وكنتمتع فيهم، شحال كيبانوا زوينين، سبحان اللي خلقهم. قالت نعيمه بنتي شوفي كديري ليهم، الله يعطيك ستر. وانا نقول خالتي انا كيف غندير ليهم وانتوما كاملين ما قدرتوش عليهم، نخاف غير يجيبوا فيا شي دقه. وهي تقول عافاكي عافاكي حريميه، عافا بنتي. حريميه يا كعجوزتي، هذه هي النظره اللي واخده عليا وانا اللي مصالحك مع ولدك. قلت ليها واخا وهزيت واحد الفاز وشيرت عليهم، جا غير في مروان يدو ولات كل هدم. وعاود هزيت كاس من الطابلة جبتو الأنيس في راسو. بدا مروان كيغوت وقال واش باغا تقتليني؟ وقال أنيس آي راسي واش انتي مسطية ولا؟ قلت ليهم انتوما اللي ما معبريناش كتقاتلو قدامنا. وهي تقول نعيمة راه قلت ليك فكيهم ماشي صيفطيهم للقبر. قال ليهم بابا ايش هاد التبرهيش؟ ما بقيتو كتحترمو حتى شي واحد، شرحوا لينا دابا شنو واقع. مروان قال هذا الوليد راه مجرم خاصو الاعدام. انيس بقى غير ساكت وكيشوف ساره. وهي تقول له ساره لا خويا هو راه كيدير هكا على قبل اختو. قال مروان ساره بقاي بعيده باينه عمر ليك راسك. وهي تقول خليني ندوي مالك هكا. قال مروان انتي راكي ما عارفاش شنو كيدير، عنده عصابه وكيستغلوا الدراري الصغار وكيهربوا بهم الكوكايين واش نق عليه. وقال غير قول كيفاش كتقدر تنعس بالليل. انيس دفعو قال ما كنعشى بنادم عيني ما كيتغمضوش، انا ما اختاريتش هذا الطريق، واش بغيتي نخليهم يقتلوا لي اختي؟ انت اختك غبرات غير نهار كنتي غادي تسطى وحس بيا.
وهو يقول لأبد مروان ما بقيت فهم والو. قالت نعيمة حتى أنا ما فهمت والو. سارة وهي تقول أنا غدا نشرح لكم، وعودات لهم القصة ديال أنيس. قال لهم مروان غير كيكذب باش يخرج راسو. وهو يقول أنيس ما بغيتيش تيق، أنت حر. قلت لهم نقدر ندوي. نقز مروان وأنيس وقالوا غا سكتي. مروان خنزف أنيس زعما جمع راسك، وأنا نقول بغيت غير نعطيكم الحل، ما بغيتوش بالناقص. وهي تقول سارة هدري نقدروا نلاقيو عندك الحل. قلت ليها لا صافي. قال الأبد يا مروان دوي يا بنتي أنا كنسمعك. قلت ليهم شوفوا دابا إلا بغينا نعرفوا البوس فين مخبيخة أنيس، خاصك أنيس تخلي شي واحد من رجالك يوصل ليه باللي راك تبغيني، وراك مناوي لا تستغلني ولا تقتلني. هكا هو غادي يتعصب ويفكر يقتلني ولا يخطفني. وهو يقول مروان واش عارفه اش كتقولي. قال أنيس ما نقدرش نغامر بيك. وهي تقول سارة فكرة زوينة، ولكن كيفاش غتعرفوا فين كاينه هدى؟ قال أنيس اه راه ما كاينش الحل. وهو يقول مروان ما نقدرش نخليك ديري هكا، انا فهمتك فاش كتفكري. قلت له مروان ما عندناش البديل، خاصك تثق فيا. وهو يقول لأبد مروان مروان دير ديك البنت في بلاصه اختك، واش تبغيها تبقى بين ايديهم؟ وهي تقول سارة مروان ما تخافش على ايمان، راه هي قد المسؤوليه. قال مروان اجي معايا ايمان. طلعت انا وياه البيت وسد الباب وعنقني وقال علاش كطيري؟ واش كان ضروري تغامري؟ قلت انا حبيبي على قبلك نقدر نموت، راه الحلم ديالي يا عباد الله نخدم مع البوليس ونشد المجرمين خصوصا صحاب المافيا. قال لي يا مروان ماشي ساهل كيف ما كيحساب ليك. هاد الشي ماشي ساهل كيف ما كيحساب ليك. قلت لي بيك كل شي كيسهل. ما خليتوش يجاوبني وخديت منه واحد البوسة، وانا نقول يلا نهبطو لا يحساب ليهم كنديرو شي حاجة. اضحك وقال خلينا نديرو داك الشي. قلت له مروان. وهو يقول زعما كتحشمي. نزلنا عندهم وهو يقول مروان أنيس واش كتظن باللي البوس ما كيراقبكش؟ قال له أنيس اه رجالو ديما تابعيني. قال ليه مروان هي عارفك هنا. وهو يقول أنيس لا انا هدرت مع واحد من رجالي، نكر بصفتي انا وخرج من عندي وركب طوموبيلتي، وحنا خرجنا من الباب اللوراني وشدينا تاكسي. قال له مروان خلينا نمشيو للكوميسارية باش نوجدوا الخطة. قال أنيس واخا. وانا نقول لهم وانا نقول سارة واخا تعطيني شي حاجة لبسها اختي. قالت اه طلعي للبيت وخذي اللي بغيتي. مشيت طلعت لبيتها ولبست وهبطت. قلت لهم نمشيو. وهو يقول مروان اشنو هاد الوي اللي لابسة؟ قلت له هاد الزبل راه ديال اختك، ولا كتعرف تحقر عليا غير انا؟ وقلت ليه ماشي وقت هاد الشي يا مروان. قال واخا واخا بلاتي الا ما نخرجها منك غير صبري عليا نسالي وهاد المصيبة. قلت ليه ويالله دابا. وهي تقول سارة حتى انا غدا نمشي معاكم. قال ليها مروان ما عندك فين تمشي؟ قالت انا غادة هي غادة، بابا ادوي معاه. وهو يقول عمي اديها ولدي راها غتخليك حتى تمشي وتبعك. قال ليها مروان لصقة الله يستر يلا لصقة هادي الله يستر يلا. مشينا وركب أنيس حدا مروان وانا حدا سارة. وانا وسارة اللور طريق كاملة وهما كيهضروا، وانا قاع ما كنسمع ليهم. كنت كنفكر واش هاد البوط شي توتوز ولا غير شارف. وصلنا وما رديت البال حتى زعزعتني سارة. هبطت من الطوموبيل ومروان مسكين بقى كيشوف فيا يحساب ليه خايفة. دخلنا وعيط على الدراري مراد وياسين حق احنا قاع ما ذكرتها. قال مراد شنو واقع؟ واش عارف شحال الساعة دابا؟ راه الربعة ديال الليل. قال ليه مروان بغيت فرقة
تكون واجدة غدا أي وقت للمداهمة. ياسين، وقال ياسين، وقال ياسين، ياسين أبغيت المعدات محتاجهم باش نركبوهم الإيمان، هكا غادي نقدروا نعرفوا بلاصتها، وما تنساش اللاسلكي الصغير باش نقدروا نسمعوها وتسمعنا. ياسين قال له واخا الشاف، قال ليه مراد واخا تشرح لي شنو واقع. بلاتي هذا ماشي هو اللي رسم الرسام، هاد مراد غير كي خنزر دخل لي شك في راسي. هو يقول مروان، وهو يقول ليه مروان. امتى شفتي الرسم انت اصلا؟ قال مراد راه شفتو فاش رسمو، مالك نسيتي؟ هو يقول مروان اوكي. وقال مراد ما غتقولش لي شنو كاين. ومروان هو يقول دير داكشي اللي قلت ليك من بعد وتعرف. مشى مراد وخلى لي الشك يدور حدايا، ما حملتش هاد بنادم. وهو يقول مروان ادوي مع رجالك باش يوصلوا الهضره للبوس. وهو يقول انيس راه هدرت معاهم. قالت ليه ساره ما تخافش انيس، ان شاء الله اختك ما غيوقع ليها والو. جاب ياسين داك التخربيق وبقاو كيلصقوا ليا فيهم، ومروان وانيس كيهضروا وكينصحوا فيا. اودي غا سكتو راني مبوقه بالنعاس، هضرتكم غا كتبرزط ليا راسي، ما فهمت فيه والو داكشي. وصلت ديك 6 الصباح ومروان متكي على البيرو ناعس، مشيت بستو وانيس جالس فوق الكرسي ومتكي على الحيط حتى هو كيشخر، وصار فوق الفوتي خليتهم ناعسين وخرجت. قلت نخرج نشم شويه الهواء، بقيت غير غاده حتى وقفات عليا واحد الطوموبيل كحله كبيره وهودو منها رجال صحاح ولابسين كوستيمات. واحد فيهم عطاني كروشي وطحت الارض، ما بقيتش قدرت نتحرك. حيدوا لي كاع هذوك الاجهزه اللي دار لي مروان، غير هما نساو اللاسلكي اللي فودني. هزوني وخشوني في الطوموبيل وداروا لي باندا على عينيا. انا في الاول كاع ما كنت خايفه، كنت دايره هاد الشيء غير ضحك، اما دابا الرعب شدني تقفقيفه فيا. حيدوا لي الباندا ودوا واحد فيهم قال نسمع صوتك الاخبار في راسك. خرج ومعها ندور كيبانوا لي شي 20 بنت جالسين وعند مروان. قال كنا خدامين ومعرفتش كيفاش داني النعاس، فاش فقت لقيت ساره وانيس ناعسين ولكن ايمان ما كيناش، كيحساب لي في الطواليت ولكن ما لقيتهاش. مشكله هادي فين غتكون مشات؟ قلت انيس ساره وفيقوا. هو يقول انيس صباح الخير. قالت سارة أوف مالك مفيقنا؟ قلت ليهم إيمان غابرة. قال أنيس كيفاش غابرة؟ ومشينا لغرفة المراقبة. وهو يقول مروان عثمان بغيت نعرف فين كاينة بالضبط. قال عثمان بلاتي أنا غادي نشوف. وهو يقول مروان سربي دغية. عثمان قال ما يمكنش نعرفه حيت الأجهزة اللي عندها ما خدامينش، سمح ليا ولكن كنظن راه تكشفات. مصيبه هادي الا وقعات ليها شي حاجه ما نقدرش نعيش. قلت واخا ولا سلكي واش حتى هو ما خدامش؟ وهو يقول عثمان واحد الدقيقه الشاف راه كنتلقاو موجات منه، كنظن راه خدام. بلاتي هانا كملت دابا نقدروا نهضروا معاها. اما ايمان قالت خلعني المنظر ديال البنات. إيمان خاصكي تكوني قوية، فكري في مروان اللي تاقفيك وأنيس اللي حط أماله كلها عليك باش ترجعي ليه أخته. قلت ليهم سلام البنات، بقاو ساكتين وأنا نقول أنا راه من البوليس وجيت باش نخرجكم من هنا. قالت واحد البنت أنتي اللي خاص اللي خرجك، راحنا مدة وحنا حاصلين هنا. قلت ليهم بزز منكم تعاونوني، راه انا بوليسيه وانا هنا حيت بغيت نعاونكم ماشي حيت هما قدروا يوصلوا ليا. قالوا البنات واش بصح تقدري تخرجينا؟ قلت ليهم اه شكون فيكم سميتها هدى؟ وهي تقول هدى انا، واش كتعرفيني اختي؟ قلت ليها كنعرف خوك انيس. بدات هدى كتبكي وهو يقول مروان ايمان واش كتسمعيني؟ قلت له
آه حبيبي، قال واش انتي بخير؟ قلت ليه بخير، وراه لقيت هدى ومعها شي بنات. وهو يقول أنيس إيمان، هدى واش لبات عليها؟ قلت ما تخافش عليها، كان واعدك غادي نردها لك. وهو يقول مروان واش ما عارفاش سمية البلاصة اللي انتي فيها؟ اتحل الباب ودخل واحد التوتوز ناري يا ربي قلبي غادي يسكت. دار لي حركة بصبعه باش نجي لعنده، وانا نقول بغيتيني يجي عندي، ماشي خدامة عند باك. ومع انا كنت جالسة عطاني برجليه الكرشي حتى حسيت بها غدا تقطع. مروان قال إيمان واش انتي بخير؟ وهو يقول البوس نوضي. وقفت عنده بالزز، كرشي ضراتني وحنكيت نفخ ليا بديك الكروشي. قلت ما تحلمش براسك غتبقى حر، غادي تشد تشد. وهو يقول وشكون غيشدني انتي مثلا؟ قلت ليه لا، الراجل اللي كيبغيني وما غيخليش شماته بحالك يأديني، الراجل اللي كان حماق عليه هو اللي غيصفيها ليك. قال البوس. وهو يقول لي البوس بصح احنا غنشوفه. مراد دخل عندنا مراد وقال آنسات المشاكل مرحبا بك معنا. وهو يقول مروان هذا مراد إيمان حياتك في خطر، شوفي شي طريقة باش تعرفي البلاصة ديالكم. وهو يقول مراد مالكي مصدومة؟ وبدا كيضحك هو والبوس. ضحكت حتى أنا وقلت شنو زعمة درتي دخلت الأشرار وبغيتي تصدمني؟ راه كنت عارفة باللي راك كلب ديال البوس ومروان في خباره، داكشي علاش تبعت التليفون ديالك وعرف فين كاينة أنا دابا، داكشي علاش تبعت التليفون ديالك وعرف فيني أنا دابا. وهو يقول مروان معلمة راه ما عرفتش كيفاش ما فكرتش فيها. عثمان شوف لي يا مراد فين، راهم كاينين بعيد من هنا بشي كيلومتر. وهو يقول مروان ها احنا جايين. حاولي تلاهي البوس وبلا ما تخليه يمشي. عثمان صيفط لي التليفوني دابا باش نبقى على تواصل معها، باش نبقى متواصل معها. وهو يقول له عثمان اوكي شاف. قال مروان سارة بقاي هنا مع عثمان، انيس يلاه معانا، ياسين تحرك انت والفرقة، سربيو ما عندناش الوقت. وهو يقول البوس واش انت بليد تفضحتي بهاد السهولة، قتلوه. مراد قال لا عافاك انا ما درت والو. تيره وفيه قدامي حتى طار الدم على وجهي، والبنات مساكن بانوا لي صفارو والنفس ما كيطلعوهاش. بدا البوس كيضحك وقال وعلاش كتخرجي في عينيك ملي خوافه بحال هكا البواله؟ قلت ليه كانت فيا البوله، كانت فيا البوله وبلت. ومراد راه ما تفرش ما والو، انا غاد حكت عليك، شفتي باللي انا ذكية عليك السي البوس. جبد الفردي وحطو لي على راسي. وهو يقول باقي ما عاش هذا اللي يضحك على البوس. قلت له انت ماشي راجل وإلا بغيتي تقتلني مرحبا، اما انا راه الرعدة شداني وكنشهد، ولكن كنحاول نربح الوقت، ما نعرف يقدروا الدراري يوصلوا في الوقت. وهو يقول البوس جيبوا لي هاديك، وكيشير الهدى جابوها ووقفوها قدامه. حيد الفردي من راسي وحطوا ليها على راسها. قال راجل ولا ماشي راجل؟ حتى كنسمع في آنيس كيقول إيمان حنا وصلنا عافاك عتقيها، ما بغيتش نخسرها. قلت له راجل عافاك ما تأديهاش. وهو يقول البوس ركعي عند رجلي وبوسي لي صباطي. قلت شنو؟ هو يقول خمسة ربعة ثلاثة جوج. وطاح البوس احدى رجلي غارق في دمه، هزيت عيني حتى كنسمع في القرطاس كيطير والدراري مضاربين مع رجال البوس. قلت هدى جلسي حدا البنات حتى رجع. هزيت الفردي ديال البوس وسديت الباب على البنات وخرجت كنتمشى جنب الحيط، حتى بان ليا واحد باغي يضرب انيس تيريت فيه
وقلت ليه رد البال. مروان شاف فيا وهي تجيه قرطاسة في كتفه. بديت كنغوت عليه مروان مروان، وهو يقول كتحمقي وانتي كتبكي، وبقيت كنبكي. البوليس قدر يغلبهم، وأنيس لقى خطو فرح بيها بزاف. البنات الاخرين رجعوا لديورهم وحنا مشينا للسبيطار. خفت على مروان بزاف، ولكن الحمد لله الجرح كان سطحي، وبسبب هذا الشيء تفكات عندي العقدة ووليت كنبكي. هدى جات سكنات معنا في الفيلا، وأنيس سلم راسه للبوليس وتحكم عليه بعام حيث تعاون مع الشرطة، وقام بهذيك الأعمال تحت تهديد. داز عام ودابا أنا في دار راجلي وحاملة في شهري الثالث الحمد لله، وكان وجدوا دابا الخطوبة ديال أنيس وصار، وفرحانين. ربي عوضني بعائلة حنينة وكيبغيوني بزاف، وأهم واحد مروان. كنتمنى تكون القصة عجبتكم، وما تنساوش تخليو تعاليقكم على القصة، ونتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله.